على هذه الأهازيج احتفل 72 عريسا وعروسة بزفافهم في حفل جماعي احتضنته هذه القاعة. شباب ارتدوا أزياءهم التقليدية الخاصة بمثل هذه المناسبات الاحتفالية التي حضرتها جموع ملفتة من الأهل والأصدقاء الذين يبحثون عن لحظات تنسيهم المعاناة الإنسانية والحرب المدمرة ووضعا اقتصاديا ومعيشيا صعبا وأمراضا حصدت أرواح المئات، أخطرها وباء الكوليرا الذي لا يزال يهدد آلاف الأشخاص. في مشاركتنا لهذه الفرحة العظيمة في زمن كثرت فيه المحن، إلا أننا أبينا ووقفنا شامخين لنزرع الأمل في مجتمعنا، وهذا بفضل الله ثم بفضل أعيان ومشائخ وأعيان يمن. ويهدف اليمنيون من وراء الأعراس الجماعية التي يقيمونها في معظم المناطق والمحافظات إلى التغلب على غلاء المهور وتكاليف الزواج الباهظة التي جعلت الكثير من الشباب يعزفون عن الزواج. العرس الجماعي ظاهرة اجتماعية في اليمن تدل على التكافل، لأن التعاون كان من عهد عمير وهم يتعاونون في العلان في المواسم، وها هو الآن يجسد هذه العادات القديمة قدم الزمان. ونتيجة لفقد آلاف اليمنيين وظائفهم وانقطاع رواتب الموظفين الحكوميين والظروف المادية الصعبة التي يعيشها غالبية اليمنيين بسبب الحرب، تساهم بعض الجمعيات الخيرية في تحمل تكاليف الأعراس الجماعية في إطار التكافل الاجتماعي الذي تعزز مؤخرا لمواجهة آثار الأزمة والحرب التي تنعكس سلبا على الوضع المعيشي للمواطن اليمني على وجه الخصوص. يصر اليمنيون على ممارسة طقوسهم الفرائحية رغم الألم، رغم الوجع، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها بلادهم، لكنهم كلهم أمل بأن يعيشوا هذه الأفراح في ظل سلام دائم وقريب يعم كل اليمن. عبد الكريم الشيباني، الحرة، صنعاء.